بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب، قامت الجمعية الجزائرية للتراث والبيئة والتنمية البشرية بالتنسيق مع كافة جمعيات المجتمع المدني والنادي البيئي لمدرسة المجاهد عز الزي أحمد ومدرسة الشهيد مخلف سعيد ومؤسسات مخلف سعيد ومؤسسات الشباب سخان وكرمالي وبكافة المصالح. قمنا بعملية إعادة دهن وتلحيم اللافتة، دهن الواجهة، وكذلك تهيئة المقبرة من الدخل، وهذا أقل ما يجب أن نقدمه لفداء لشهدائنا الذين سقطوا في ساحة الشرف. نشكر مصالح الشرطة اللي ساعدتنا بالعتاد، نشكر ممثل الوحدة المياه كذلك اللي قام بعمل جبار وقام بمدة 8 أيام ما رافقنا في هذه العملية. نشكر كل المواطنين اللي قاموا بعملية التطوع داخل المقبرة، نشكرهم جزيل الشكر. نحن اليوم في ختام حدث محلي هام وهام جدا، تضافرت فيه جهود الجميع من سلطات مدنية وعسكرية وجمعيات المجتمع المدني وكل الفئات والشرائح. قمنا بختام هذه العملية التضامنية، هذه العملية البيئية وعملية التكافل بامتياز، كانت فيها نظافة المحيط، محيط المقبرة، إعادة دهن كل ما هو داخل وخارج المقبرة من رفات الشهداء ومن سياج للمقبرة، إعادة كتابة اللافتة ودهنها. وبالمناسبة أقدم جزيل الشكر لرسامنا أو فناننا فنان المنطقة الواشني المسعود على ما يقوم به من مجهودات في هذا الإطار. أيضا الشكر الجزيل لصاحب الفكرة وصاحب المبادرة السيد عمار جرادنية. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.